وأدم أنتي ولالك يا حسين مركوجو رسالة وحن دون أن ندين كم هذا اليوم. كيتو بسفرته قبل ستة دلال فربنا حركم إلى رواندا، كومورس، أنغولا، برتما أفريقيا، بروندي، سيشيل، غينيا إكواتوريال، مدغشقر، تشاد، إيو كونغو، كمان دلال كسوي هوسي مدن، ما مركز سفرته جبت كتلات سوا. Votre mission première, la protection et la promotion des intérêts de la République de Djibouti. سفير كجيبوتي جوغاديس عبد محمد هيبرونتي شقاده اوهايو ايثيوبيا ما هيو دال فر بدن هوس ماده وانا وكيل كميدو غافكر نوفرديا وانا وكيل كنوفرديا غودغا دقالا افريقيا دال كفر بدن هوس ماده اي سد خيل كو هنا غودو كان ان شاء الله wada kaytu bisfarto xaqabsa tahay dalal farabadan waxa ka mid ah Rwanda, Comoros, Angola, Bartama Afrika, Burundi, Seychelles, Guinea Equatorial, Madagascar, Chad iyo Congo dhammaan dalalkaas waxay hoos yimaadaan maamulka safarada Djibouti ku talaad sababa minna ku talaagalay reer Djibouti cid walba waxa garanaysa Ethiopia waxa la soo dhawaada waxa ay 60 safarad waxa ay 60 qaran Djibouti waxa ay 60 ودن سمعان له قبيس عن عمر قيل له أولا قدب أو غبيرة تروح لباتها أو كل مرة سيتوبي أو كل مرة زوج بتحك أسرع قبل ما جت وعلى أن هاي مرة قبل سكور هاي غير جبوتي يستفرد الجبوتي كتلة إثيوبيا ويبدأ يروح على الناس قال رهم بلي مدحيلة جبوتي عن عمر قيل له أو مرة بيسوق خرسات كا أرمها قبل قيس كافريكا إن دولة مرة ما كان دولة إن جبوتي صار كل واحد يلاه هن هن كاس أو سوق دورشة قدوميها قد يمد أفريقيا بانكاس مدحيلة جبوتي دول سوسة دول جبوتي waxaan sharaxnaa hadduu ilaahay qadaro maxamed cali wasiir kariimaha dibadda jibuuti waa diblomaasi ruuc cadaaye waa nin sumcad leh dowdayaal waxaan leenahay insha Allah hawshaan waxaan leenahay ka baryayna ilaahay in uu ilaahay ku guuleeyo jamhuuriyadda jibuuti waxaan jecelnahay guudahan dalka jibuuti hor socdo waxaan leenahay guudahan hambalyo qaranka jibuuti uu ka yahay wasiirka madaxweynaha jibuuti cali umar geele waxaan sidoo kale hambalyeynayaa safaaradda jibuuti ku taalla sababa uu ka yahay wasiirka madaxweynaha cabdi maxamuud haybe uu rajaynayo shaqo wanaagsan in ma soo koobi karo waxay qabtaan oo waxa la wadaa laasugu cala waajib oo doosaxoodu qabtaan laakiin in qofku ku shaqeeyo la sheego waa mid meesha taala sida loo sheego qofku inuu shaqada ka boodo waa in loo sheego qofki shaqeeyo wanaagsan oo sawaxan sheegayno waxa har iyo habeen ka shaqeeyaan danaha guud ee qaranka Djibouti haday noqoto safarada madaxda Djibouti haday noqoto wax walba oo de ku saabsan reer Djibouti iyo wixii soo biira waa rag u taagan waxa la leeyahay madaxweyne magacaabista magacowday 2022kii iyo safarada Djibouti dhawaan furtay kuma tan goobin هاو سبع بوس عطر لنا مدام ده حيلي وعقول جينا نعم الدرع يا عقمة قب وجدائك لغو عيداي إسماعيل عمر ذاتك عيد الكوغو أمانا ذاتك عيد الكوغو أمانا وجدائك لغو عيداي Kugur samana ye, ifo wa yasi jo.
بسر عبد محمود هيبي وصفير عدايا وحانا أمر والبا وكشغيا سيدي جيبوتي ولحب مغل لايد ساحادة أدونك وحانا يبدونا دولار مركان وندب قولا مدونا سنة كهر عبد محمود هيبي مرتقالا كهلالي وحا أنك قيب قللي لعضة تاريخية أو قيبك خربرك جيبوتي قال حدين عالمها قولها أمنيقى يمدوك أفريكا وقد ما سنتي ولالكي حسين مركوغو رساته وحن دوني أن إذين كما هذا إليو سيدا قروح ضبطاً بهذا ورزقار سنتي دالكينو أنه قلسوا قيب قشان حفلة دان شلاي قلبتي فيتكي كدع دي سفار دينا أدي سببا تاسو عنوقا من قابلني حبنه عصبا يكوي بحييبا قولها نبدا يا أبنية أرر كميدوغو أفريكا تاسو وليبا عن عزونينا ودانا دي كلاي أفريكا إيوه ودانا دي عن صاحبا دا آهين وسيدا أكتهين با شركي مدحدة أفريكا بشي هوريكا دعاي مقالدنا دي سببا وحال عصبونيسيي شاني تومكي حبنود أررك قولها نبدا يا أبنية أررك ميدوغو أفريكا كاسو ودن كينو يميكا ودامينا يو حلكي سي سندكي أفراد وكجيرو قولها سي نبدا يا أبنية وكذا ما نسبيش كوبي سودون كيغا تاسينا ودنا دي أفريكا وحي مركلة أجرتين إنّي عزبوني سيان ومركن وليبا مدة صدح سنة ضاضة لما دونتا كوبي سودون كمارش سنة كلا بكوني شني لعتنك تاسي واحد كتوسة ساد كرسوني للسيّي دبلوماسية دينا أكو دي سنة نبدا يو سياسة دا نبدا مدحوينها تلك مدن إسماعيل عمر جيلي أكو سنة سنة نبدا ولا نولاشو استحقلين ومركز سنة ugu yara meeshii dhabaad ka jirto in wada hadal wax kasta baa lagu dhameeyo miiska dushiisa marka waxaan leeyahay waa guul weyn oo soo hoyatay dalkeena madaxweynaheena iyo diblomaasiyadeena dadkuna amineey dulkooda afrika laga maqal warkeene dadkuna amineey dulkooda afrika laga maqal warkeene اسماعيل وكهتن حين كريقا لقوة ريشي Votre seconde mission, la mobilisation des ressources et la promotion en faveur d'une diplomatie économique qui reste un élément important de notre stratégie de développement. Ce n'est point un hasard si je vous ai choisi, vous, messieurs les diplomates de carrière. Diplomatie da dhaqaaluhu hata waa mufiantay waa tu madaxweynuhu markii uu naqabilay safiirada cusub intaanu mid kastaba u tagin meeshi loo igmaday wuxuu markuu naqabilay wuxuu aad iyo aad ugu sii dheeraaday in laga shaqeeyo diblomaasiyadda dhaqaalaha taasina waxay ka dhigan tahay in aad qaadatid dhaqaalihii iyo ganacsigii diblomaasiyadii caadigii oo de laakiin aad isticmaalaysid xiriirkii wadanada iyo hay'adaha inoo dhexeeyay taasoo aad isku dayaysid in aad u soo jiidid maalgelin cusub wadankeena maalgelintaasoo marka dambana keenid doonta in dhaqaalaheena ay ka qayb gasho ay shaqo abuurto ay faa'iido badan ay leedahay markaas halkan waxa joogta in ka badan 60 safaaradood oo ajaniba oo wadankeena oo xil saaran laakiin de xagan degan wadanada marka waxaan kala shaqeynaa sidan u heli lahayn mashruucyo cusub oo maalgelin cusub oo wadankooga ayaan baahidooga sidan Djibouti aanu keenin lahayn kuwaasina wayna la qaateen waan ku jirnaa waxa soo kala hambalyeeya safaarada Djibouti ku talaad sababa oo ka yeeshay mudane Cabdi Maxamuud Haybe uu rajeynayo shaqo wanaagsan in ma soo koobi karo waxay qabtaan Hussein Umar Warsan TV ad sababa اسماعيل عمر ذات قايد الكوغو أمانة ذات قايد الكوغو أمانة وجي
الباب كافوري واني هاركت ديري ايمي الاولا ايباسي ايو وايتي وعن الباب كافوري شو ابا شو ابا بولي سماه ورشو ابا شو ابا بولي سماه ديتي لبيرو ديتي لبيرو قبور سمانا يفوا يا سيجو قبور سمانا يفوا يا سيجو قبور سمانا If you are, you see, you